السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صندي. هالنهار إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة ديال متى يتم فحص صغار الأنانب حديثي الولادة. يعني ملي تشوفوا شي خلفة بحال هكا، انتم غادي نوريكم، يعني سبقت وريتها لكم في واحد الفيديو سابق. المهم ملي تشوفوا خلفة بحال هكا، هذه تقريبا النهار الثاني. النهار الثاني حاولوا أنكم ما تحاديوش فيها هاد الخلفة، هذه ما تحاديوش فيها. فوقاش النصيحة اللي نعطيكم؟ النصيحة أن النهار الثالث عاد قلبوا باش غادي سمو غادي تلقاو، إما تلقاو شي حاجة شي خلفات ميتة ماشي مشكل، حيدوها. مرة تفقدوا الأرنبة، واش راها صحيحة، واش راها مزيانة كتاكل مزيان. خليوهاش ترتاح واحد شوية، وحاولوا انكم ما تزعجوهاش، ما تبقاش تخربوا فيها بزاف، انكم تخشيو يدكم وتبقاو تزعجوها، لا خليوها ترتاح. الماء ما يخطاش، لان الماء في ديك الفتره مهم بزاف، واللي مهم بزاف وهو انكم تعطيوها واحد شويه ديال معلقه ديال العسل، تعطيوها مع الماء. اذا ما نهربوش على الموضوع ديالنا. الموضوع هو انكم فوقاش تفقدوا الصغار فوقاش تفقدوهم النهار الثالث بالضبط. وفاش تبغوا تفقدوهم ماشي مشكل انكم ديروا واحد ليغات او فوطه او ميكا او اللي عندكم متاح في الدار، انكم غير ما تلمسوهمش باليدين ديالكم هكا وتبقى تخربوا فيهم، لا ديروا ركبوا في واحد ليغات، وعاد باش الريحه ديالها هي تبقى، يعني ما تضايقوهاش بشي ريحه اخرى. يعني ولا كانت عندكم شي خلفات اخرين، يعني بغيتو تبدلو من 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 ام لام، يعني الصغار ماشي مشكل حتى هي. يعني الا شفتوا واحد الام عندها صغار غير شويه، وهي مثلا عندها عدد الحلامات بزاف، ممكن انكم تشدوا من 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 انثى من ام اللي عندها بزاف ديال عندها عفوا الحلامات قلالين ووالده عدد كثير، والكونترير يعني العكس بالنسبه للاخرى. ممكن انكم تبدلوا الصغار، بشرط انكم منين تهزوا الصغار حاولوا انكم ما تلمسوهمش بالاخر باليدين ديالكم اولا، ثانيا تشدوا الزغب ديال الاولى وتحكوا به الصغار ديال الثانيه باش تدير باش تقدر تتعرف على هذوك الصغار ديالها وما تنفرهمش، ويعني تعرفهم باللي راهم من 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 يعني ام وحده اخرى. هذه هي الطريقه اللي تقدروا ديروا. اذا الموضوع ديالنا هذا النهار، حاولوا انكم الصغار تعاملوا معاهم بواحد الذكاء، انكم ممنوع انكم تشوفوهم النهار الاول. النهار الاول كتكون هي اصلا، الا مشيو استخربتوا في الصغار هي غادي تبغي تطير عليكم، غتبغي تقمشكم ولا، لان يعني انا راني يعني ها يدي هنايا راني مقموش واحد القمشه، هي راه هي اللي قمشاني، هانتوما كما كتشوفوا راها قمشاني هي، لان علاش مشيت غير نبدل لها الماء، مشيت تفقد ديال الصغار، راها هانتوما راها قمشاني واحد القمشه، هي هنايا انتم كما كتشوفوها راه قمشتني، يعني طارت عليا هكا خبشتني بحال هكا. علاش؟ لاني مشيت نبدل غير الماء، اما الا مشيت بغيت نتفقد الصغار راها مشكل، راها غادي يعني ممكن تعضك مثلا، ممكن تقمشك، ممكن تطير عليك. المهم حاولوا انكم النهار الاول ما ديروها بحال داك الشيء بحال اللي ما كاينش كاع. النهار الثاني مرة نقيو عليها، عطيوها شويه ديال الماء، عطيوها العسل، عطيوها لقامه تفاف، لقامه ديال الاتاي مزيانه لا هي غير عصروها مزيان، عطيوها لها، عطيوها التفاف الا كاين، عاوتاني المعدنوس واحد القبطه ديال المعدنوس عطيوها لها، رميوها لها، خليوها حتى هي تدير تقصقص فيها، لان قداش ما عطيتوها النبات اللي فيه الحليب هي كتكون كتسترجع الحيويه ديالها وكتكون مزيانه. اذا كما قلت لكم حاولوا تفقدوا في النهار الثالث. النهار الثالث عاد باش بداو تشوفوا، الا كان شي صغار يعني اموات حيدوهم باش ما تنفرهمش وما تطلعش الريحه. حاولوا الى في النهار الاول الا كان شي حاجه ديال الوفيات راه كيكون النمل، حاولوا الا شفتوا لاحظتوا باللي كاين النمل عرفوا باللي راه كاين تما شي حاجه، باللي راه
هو كيبقى يتجمع النمل على حساب بلا كان شي شي شي, شي الحيمات هكا وفيات كيبقى يتجمع. اذا حاولوا انكم ديروا هاد المراحل هادو ما تمشيو عندهم حتى النهار الثالث ان شاء الله. وكاع اللي ولدت له شي ارنبه كنطلب ربي انها يحفظ له هذوك الصغار ويستمر في المشروع ويرزقوا الله من هذا المشروع الصغير البسيط ان شاء الله يزيد يكبر وينمو ان شاء الله. الناس الحلقه ديالنا راه سلاس، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله. تكيو على زر جام وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.